اجتمع فريق من المتطوعين وأسس جمعية علية النور سنة 2006. رسالتنا معالجة وتأهيل الأشخاص المدمنين على المخدرات، مساندة أهاليهم وتوعية وتشجيع الجيل الصاعد. متمسكين بالإيمان والرجاء والمحبة، متطوعين واختصاصيين نشتغل إيد بإيد على برامج مختلفة، بانيين على الحق والاحترام والحرية لتحقيق هدف واحد: شباب أقوى، عائلة أثبت، مجتمع أفضل. برنامج العلاج بعلية النور ما بيتوقف عن توقف الشخص عن الإدمان، بس بيطال كامل الشخص من خلال مقاربة متكاملة على الصعيد البيولوجي، النفسي، الاجتماعي والروحي، بإطار جماعي مسيحي وعلاجي، وعبر مرافقة متخصصة فردية وجماعية بمر الشاب بمرحلتين أساسيتين: التأهيل الداخلي بالمركز حوالي 15 شهر، الاندماج الخارجي حوالي 18 شهر. الإدمان مشكلة متشعبة وحالة من الفوضى بتحطم الإنسان على كل الأصعدة، وبتضعنا أمام تحدي وبتدعينا لتوسيع أفق تدخلنا وخدماتنا اللي منلخصها بعدة قطاعات: مكتب الدخول، الإرشاد الروحي، العلاج النفسي، العناية الصحية، المتابعة العائلية، الاستشارة القانونية، تقوية المهارات الاجتماعية، التوجيه المهني والتعليمي. عملنا بيمتد لعيال شبابنا، منساعدهم من خلال التوعية والإرشاد على فهم حقيقة مشكلة أولادهم وعلى كيفية التعامل معهم. مسيرة التغيير بعلية النور هي شراكة بين طالب العلاج وأهله وفريق العمل ومجموعة المقيمين. من خلالها بيختبر الإيمان، بينقطع عن تعاطي المخدرات، بيغير السلوكيات السلبية، وبيتزود بالإمكانات والمهارات والقيم الأساسية لبناء حياة جديدة. هدفنا شفاء مستديم وإعادة دمج الشخص بالعائلة والمهنة والمجتمع، مواطن صالح، مسؤول، خلاق ومتحرر من المخدرات. بتشتغل الجماعة على عدة نشاطات لتوعية وتشجيع الشباب من كافة الفئات والمناطق اللبنانية على سلوك حياة سليمة، مستندين على قرارات وقيم متينة بدون مخدرات. خدماتنا مجانية، تمويلنا بيرتكز على أنشطة فريق المتطوعين وعلى المساعدات المادية والعينية اللي بتقدمها الشركات أو الأفراد من فعالة الخير وعلى المساهمات حكومية. ببساطة هيدا نحن، هدفنا هدفك: مجتمع أفضل، عائلة موحدة متماسكة مبنية على قيم المحبة والسلام. إيماننا هو شباب أقوى بيبنوا حياة مليانة فرح وعطاء. حضرة راعي أبرشية جبال المارونية سيادة المطران ميشيل عون، حضرة راعي أبرشية صربة المارونية سيادة المطران بول روحانا، أصدقاء وعائلة علية النور، بشرفني وجودكم معنا اليوم. من 4 أشهر بدأ الأعضاء المتطوعين بلجنة التنظيم اجتماعاتهم لتحضير واختيار عنوان للحفلة الغنائية الروحية لهالسنة: Moving Mountains، أي نقل الجبال تمجيداً لنعمة الإيمان. من خلال عملنا بجمعية علية النور نختبر كل يوم أمور كثيرة محورها هو الإيمان. من خلال الإيمان منرجع حقوق وكرامة الأشخاص يلي وقعوا بتجربة الإدمان، ومنمشي سوا صوب ملكوت العدالة، السلام والفرح بالرب. من خلال الإيمان منقدر نشوف وجه الله بالأشخاص ضعفة يلي بحاجة لحبنا. من خلال الإيمان بتقوى علاقتنا بيسوع المسيح وبتصير قوية وصلبة مثل الصخر، ومنتأكد من دون أي شك إنه يسوع المسيح انتصر بقيامته على الشر والموت. ملتزمين بتوجه كنيستنا يلي أرادت إنه هالسنة تكون سنة الإيمان، Moving Mountains بيوصف كيف يسوع المسيح بقود الإنسان من الصحراء الجافة
صوب أرض الحياة، صوب التقرب من ابن الله يلي عطينا الحياة والحياة بغزارة. الكتيب الموجود بين إيديكم بقدم لكم برنامج هيدا الحفلة والعمل يلي تم تحضيره. بالإضافة فيكم تتعرفوا أكثر من خلال هالكتيب على أعمال جمعيتنا وعلى الأشخاص والمؤسسات يلي دعمتنا وساهمت على كافة الأصعدة، ابتداء من اختيار الموضوع والتحضيرات الأولية، مروراً بالأمور التقنية والتنفيذية، وصولاً إلى المساعدات على صعيد التواصل والإعلان والدعم المالي لتحقيق نجاح حفلتنا. بهالمناسبة بدي أشكر شركة سامسونج، شركتنا الرئيسية والداعم الأكبر لنجاح هذا العمل، والبنك اللبناني الفرنسي المساهم، البنك اللبناني الفرنسي المساهم بطموحات جمعيتنا لثلاث سنوات على التوالي، وإدارة قصر المؤتمرات على ثقتهم فينا وإيمانهم برسالتنا. بدي أشكر بشكل خاص الموسيقيين، المغنين والعازفين، وكل مين شارك بتحضير الفيلم يلي تم إخراجه على عملهم الرائع يلي استمر على مدى أيام وليالي. باسم جمعية عليات النور، أعضاء ومتطوعين، وباسم كل شخص ساعدناه أو بعده عم نساعده وعم نواكبه تيتغلب على الإدمان، وباسم عائلته بدي أشكركم فرداً فرداً على حضوركم معنا اليوم وعلى دعمكم لإلنا. معكم عم ننتصر يوم بعد يوم على كل الصعوبات، تنأكد أنه سوا فينا نأمن العلاج الفعال والتوعية المناسبة. بالنهاية بسترجع الكلمة الأخيرة للبابا بنديكتوس السادس عشر بعد تنحي بكل تواضع عن الكرسي البابوي، وتمنى لنا فيها أنه نعيش بالفرح من خلال وضعنا يسوع المسيح دايماً بصلب حياتنا. قبل ما أختم بدي ألفت النظر أنه بيركشنست سيمو نادر مش قادر يكون معنا الليلة لظروف عائلية، مشان هيك بشكر مايكي مطر يلي أكرم علينا بموهبته الكبيرة بالرغم من صغر عمره. إخواتي وأحبائي، يسوع بيوفي بوعده إذا منوعده أنه نعيش إيماننا فيه. إن شاء الله تستمتعوا بهالحفلة، وبتمنى لألكن واحد واحد فصح مجيد. مرسي. مرات كتير بسأل حالي شو ناطرني بعد؟ لوين واصلة؟ دايماً بفكر إنه لازم يتغير شيء. ليش؟ ما بعرف، يمكن لأنه ما وصلت للهدف يلي بحلم فيه، بسأل حالي. أو بركي لأنه ناطرني بعد زهقت من نمط الحياة. دايماً بفكر إنه لازم يتغير شيء. غريب كيف قصصنا الحلوة، ذكرياتنا، طفولتنا، يمكن لأنه ما براءة اللي عشنا بحلم فيه لحظة دمرت وما حسيت. بركي لأنه زهقت. العالم حوالي تغير، طبيعة تأثر. غريب كيف قصصنا الحلوة، أوقات بكون كتير مبسوطة، ذكرياتنا، طفولتنا، أوقات بحس بالوحدة، براءة اللي عشناها ودايما عم فكر لحظة دمرت وما حسينا. فتش على البسط والكيف، العالم حوالي تغير، بلحق كل شي جديد، طبيعة تأثر. بحب واجه، بتحدى وثبت وجودي، أوقات بكون كتير مبسوطة مثل كل ولد صغير كان عندي أحلى الوحدة، يمكن بيوم دايما عم تتحقق ويمكن لا. فتش على البسط والكيف، صعب أوصل، بلحق كل شي جديد، صعب أفهم، بحب واجه، مش هين أتقبل، بتحدى وثبت وجودي، بس أكيد ما بنطر إنه القدر يختار مثل كل ولد صغير من أحلام. كان عندي أحلام، في إرادة، يمكن بيوم من الأيام تتحقق والله، ويمكن لا. بيقولوا وحده بيعرف أي متى، صعب أوصل وليش، صعب أفهم، هو دايماً موجود حد، مش هين أتقبل، عال، بعرف أكيد ما بنطر إنه القدر يختارنا ويحل من أحلام. ليش أنا؟ ليش غيري؟ والله مع الوقت اكتشفت، بيقولوا وحده بيعرف أي متى، بعرف عنه كتير وليش، بس هو أكيد دايماً موجود حد، بعد ما بعرفه، عال، بعرف عنه أشياء كتير، لكن ليش أنا؟ ليش غيري؟ مع الوقت اكتشفت أنه مزبوط بعرف عنه كتير، بس هو أكيد بعد ما بعرفه.
Every nation, every tribe, come together to worship you. ابحث عني ابحث عني أنا في مكان ما أغوص وأنتظر مجيئك أنا في مكان ما أنطفئ وأنتظر عيني ابحث عني عني أنا في مكان وأنتظر مجيئك أنا في مكان ما أحبك أحبك أحبك, أحبك
ابحث عني هو اللي صار انه نورما كانت كثير سعيده انه كان عندنا بنتين وهي صبيه وهيدا الصبي رح يحقق احلامها كثير وخاصه انه عملت مصالحه مع ربنا وهالشغله عملت بركه كثير حلوه بالبيت. انا بعمر 18 سنه كنت بوقتها بسنه الترمينال صار معي حادث انه خسرت 90% من نظري اثر ليزر عملته ادى انه انفصلت الشبكه. انا وعمري 6 سنين تعرضت لحادث جاتسكي. كانت طفولتي والمراهقة وفترة المراهقة صعبين لإلي. بال 2008 عرفت من خلال الصور والتشخيص الطبي إني نصبت بسرطان الثدي. الحقيقة أنا كنت شخص ضايع. ما بعرف آخذ قرار. ما بعرف شو بدي. بدي كل شيء. وبدي كسر قوانين. بدي أعمل كل شيء ما كنت قادر أعمله. كنت شبه وحيد. ما كنت حس بوجود بي حدي. ما كنت حس بوجود أمي حدي. بقرر أنه بقول له أنا هلأ حبلي. بقول له بكرس لك ابني يا رب. مجتمع بيحكم عليك بالسجن لأنه غير مؤهل أنه يتقبل أشخاص ذوي احتياجات الخاصة. وصلت ساعة 8 على المستشفى الحكيم ناطرني يعمل لي عايزك دغري هيك يعمل لي ابنك ما رح يعيش كثير. قلت له انا ليه يعمل لي ابنك بده يموت. هلا انا وعيت على بيئة جديدة على حياة تانية عم قل له لربي ليش أنا اللي صار معي هيك؟ ليش أنا اللي بدي يكون محبوس؟
فكان دايما عندي الفكرة أنه شيء راح بس حيرجع. بس أكيد اكتشفت مع الوقت أنه اللي راح راح والموجود هيدا هو يعني. وبلشون يربى عندي كمان شيء هيك من جوا يربى شوي شوي اللي هو حقد، إن كان على نفسي وإن كان على التربية يعني على الأهل. مع أنه في أهلي وعم يهتموا فيه قد ما بيعرفوا، بس كنت حس حالي مش مقبولة ومش محبوبة. أي شلل from the chest down يعني من الصدر ونازل. رحنا على المستشفى وقالنا الحكيم إنه لا بيتر كتير منيح وزمط. صرت أنا بدي أتحدى كل الموجودين بالبيت لحتى أثبت وجودي قدامهم، لأنه كان نوعا ما كان دوري بالبيت ماشي. وقتها تقولي مرض سرطان دغري بتقولي الموت. على سنتين طلع معه لوكيميا. أولوياتي كانت كيف أمن مصاري، كيف أتعاطى، كيف أطلع التاجر وأنزل، كيف زبط الكذبة. كان في غضب، كان في ردة فعل، كانت عصبية. هون صادفت أشخاص فايتين بأنتوراج تعاطي المخدرات. تعطيت مخدرات وصلت على مطارح كتير خطرة، سلوكيات خطرة. هي أصعب يمكن شعور أنا واجهته بحياتي وغيري بيواجهه بحياته، أنه يكون مربط ووعيد وقاعد بعتمة. بس هو بالرغم من كل شيء ما قدرنا إلا ما نطلب أنه يصححه، وطلبنا بقوة نرجع نقول له لتكون مشيئتك مثل ما أنت بدك. So different from
بحب أقول إنه هالأغنية الكانتو تاني النشيد إيد بإيد نتكتف سوا مثل الهوى رح نكون مثل النسيم العليل خلينا نجتمع كلنا بالحب وبالموسيقى Anno te che non torna più dal giorno che si è andata via che il cielo smesso di giocare con le stelle e con la luna e le nuvole sono ferme qui con le lacrime che non cadono vedi come il tempo perde ai terri torni resta solo il canto di un amore che non muore prendi la mia mano danza con il vento apro le mie ali posso solo amare di così vieni via con me Yeah.
الشمس والقمر
the great كل كلمة يا سيدي كلمة واحدة تكفيني رداءك يا سيدي لمسة منه تشفيني كل كلمة بتاج عرشك
كلمة يا سيدي، كلمة واحدة تكفيني. Sonia, oh no!
This is the air I breathe. This is the air I breathe. Your holy presence living in me. This is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me. And I'm desperate for you. Cet air que je respire, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Ce pain jour après jour, ce pain jour après jour, c'est ta parole donnée pour moi. Et moi, je suis perdu sans toi. Desperate for you, Jesus. I'm lost without you. I'm lost without you. أصعب موقف واجهته هو طور التعاطي معي بإني زيد الكميات يلي كنت أخدها، إن كان من حشيش ولا حبوب إكستسي.
وحتى كوكايين. في موقف كان مع الوالدة كنت عاني من وجع كتير كبير، كنت حس بمفاصلي كلها عم تتفكك عن بعضها. وصل الوقت أني ما قادر أمشي، عيط وصرخ على كل الموجودين اللي حوالي. كنت فايتة على التواليت، كنت أنا عم بشم، فشفتني وقعت بالأرض. بس وقعت بالأرض أنا كفيت عادي، تركتها لأنه كنت بحاجة لهيدا، كنت تعبان. كان بيتر بهذا الوقت قطع الحكي، قطع الأكل، صار بس هيك بيطلع بس ما بيحكي، ما كأنه موجود ولا بيبتسم لنا. يعني كنت عموت. وصلت لوقت حسيت حالي أنا إنه أنا بميل والأشخاص كلهم اللي حوالي بميلي مقابلة، وفي بيني وبينهم وادي، لا أنا بروح لعندهم ولا هني بيجوا لعندي. خيي كان شو ما يصير إلا الله بدبر، الله بدبر، يعني كون خربة إلا الله بدبر. ف بس كون نهار عملت أكسيدون كتير كبير بسيارته، هون كانت الهزة الكبيرة بحياتي. في نهار بدي أقول لميشيل، بقول لي بيتر بده يحكي معك. قلت له بيتر بده يحكي معك؟ كان له شي شهر ما بيحكي. قال لي إيه. أخذت تليفون قلت له شو مامي شو بدك؟ قال لي تعي. قلت له بجيب كريستال وستيفاني؟ قال لي إيه جيبيهم. قلت غريب، ليه عم يقول جيبيهم؟ بده يصير شي اليوم. خسرت تقريبا كل شيء حلو بحياتي، كل الذكريات الحلوة اللي كنت على طول اتذكرها من وقت لوقت، على طول اتذكرها بفترة الطاعاتي تقطع على راسي واتذكرها وانبسط فيها، كلها راحت. كان إلي سنة بيتر ما بيقبل الا ينام حدي، بهالليلة ما قبل انه انا نام حده، ولا ممكن، بليز مامي بدي انام حدك ابدا. بابي كان لأول مرة كمان بيشبقني كف، بيقول لي وعاء بقى وعاء. أنا كمان مديت إيدي، كانوا حقيقي أنا ما بدي أقبله، وكانوا واقع أنا ما بدي أشوفه. يعني بلك أبانا الذي ولتكن مشيئتك، عند كلمة لتكن مشيئتك بيصرخ ميشيل، لأنه بيقوم بقله بدي ماي. على كلمة بدي ماي كان خلاص. I'm
وبحكم موت العار كرموا في طريق الشجداء سار إلى هنا الحبيب سار طوعا واختيارا للصليب قبل يسوع الموت من أجلك
Oh,
باسم السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض أعطنا خبزنا الكفاف اليوم واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ وأساء إلينا ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الأبدين
ما في شيء مستحيل، كل شخص قادر يتغير، شرط هو يحط الجهد. تقول إنه لا في أشياء ما تغيرت بكون ما عم بحكي الحقيقة. بس بالرغم من هيدا وكله كان في شيء من جوا مريحنا. ولا نهار قطع، تخلخل إيماننا. قد كان في دمار شامل من وراء تعاطي المخدرات، قد بنفس الوقت اليوم من موقع بمركز تأهيل عم شوف انه هيدا الدمار رغم كل اللي صار الوقفه منه هي الربح. انا قررت اني اطلع من المشكله. كان عندي القناعه انه لازم اطلع من هذا الموضوع.
لازم غير حياتي، لازم غير كل شيء، لازم صحح كل الغلط يلي قطعت فيه. أخذت معي القصة 4 ثواني. قلت أول شيء ليش أنا؟ ثانية، اثنين، ثلاثة، أربعة، ليش مش أنا؟ ودعست. وأنا مش بس بدي أطلع الدرجة، مش بدي أمشي كرمال فرج العالم إنه مزبوط الإنسان إنسان. مشيت بالأرز 5000 خطوة كرمال 5000 أرزة. من وقتها قررت أنه لازم كمل ومشواري لازم بمحل يكون له إفادة مش بس لإلي للأشخاص اللي حدي. اشتغلنا على الشق النفسي، وأكيد عن باراليل كان في الشق الروحي يلي هو شيء أساسي كان بحياتي. ومن هون بلشت أتعرف على حدا اسمه يسوع. يسوع هو القوة، يعني هو القوة يلي ما لها حدود. يعني الله إذا بيعرف قد الواحد الله كريم. بالنسبة لإلي هالتجربة أنا كنجوى ما فيني أبداً أقول عنها كانت تجربة مدمرة، كانت تجربة رائعة وبتصب الدهشة مدهشة. خلونا نفتخر بمسيحيتنا بأعمامنا وبإيماننا. الله بيحول القلب من حجر لقلب بيشبه قلبه. وإذا يمكن بمحل ضعفت أو خسرنا حاسة معينة، بس قوي عنا حواس كتيرة، يعني بشكر الله بكل دقيقة عليها أنه حاسة السمع واللمس والمشي. وإذا أنا عندي هالطموح تخيلي كل الواقفين على إجرين ونشوفين يعملوا. داليا هي أكيد شخص كتير طموح بالحياة، وهيك بحس طموحها يعني ما له حدود، يعني كل ما هيك حط حلم معين وأوصل له بحط حلم أكبر وبقول أكيد رح أوصل له. جد وعندي ملء الإيمان والثقة بهالشي أنه الله اختارنا. يمكن ما في شيء بيصير بحياتنا بالصدفة، لأنه ربنا كان معنا، لأنه ربنا كان بقلبنا، ولأنه ربنا كان ببيتنا، لأنه ربنا كان محوطنا وحاملنا. يعني عن جد كل المشاكل اللي قد الجبل عن جد عن جد ربنا بزيحه، هاي أكيد. والحياة بتبقى حلوة رغم كل شيء. Thank you.
آتيا لنشتتي كي أرى من خلالك وأتابع المسير نحو عالم جديد حاملا كل الأحلام بنورك خذني بيدك أستسلم لحبك أبشر بمجدك أنت يسوع خذني إلى قلبك واشفني عطف علي يا مسيح داوي هذا القلب الجريح أؤمن بك يا رب إلى الأبد أستسلم لا شيء يمنعني أن أتابع الصراع أنت المركب والشراع قدني إلى دارك الآن أبدأ من جديد على اليأس سأثور وأعيش معك سعيد لن أخشى الظلمة والمجهول سأناضل love that's never failing.
let mercy fall on me. Everyone needs forgiveness, the kindness of a Savior, the hope of nations. Fears and failures fill my life again. I give my life to follow everything I believe in. Now I surrender. Forever, author of salvation.
درجة درجة، اجر لقدام اجر لورا، طريقي ها هي طريقي قدامي، رح امشيها. لوين رايحة مع مين مش مهم، بدي اعيش، بستحق اعيش. هلا اتأكدت انه طريقي ما لها حدود، او انه حدودها هي حدود ايماني، إيماني بإنسان وإله هلا بالموت وعطانا الحياة. هيدي الحياة اللي بدي إياها، ما بدي غيرها. مع يسوع، بالله، بروح القدس، مع يسوع. صدقوني أكيد ما في شي مستحيل، ما في شي مستحيل مع يسوع، ما في شي مستحيل، ما في شي مستحيل، ما في شي مستحيل مع يسوع، مع ربنا ما في شيء مستحيل. ابدا ما في شيء مستحيل مع ربنا. Hallelujah.
أنا عندي شهادة بحياتي إنه يسوع شالني من المخدرات وشالني من أمور كتير صعبة بحياتي. نحن الشباب الله عطينا قوة إنه بإيماننا وبأفعالنا نقدر نهز الكون ونهز جبال. والموسيقى هي لغة حياتي. من خلال هالكونسرت اللي هو Moving Mountains أو إذا كان عندك إيمان قد حد الخردل فيك تزيح جبل، عم نقدر نزيح جبال. إذا كان إيمانك قد حبد الخردل فيك تزيح جبال. يسوع بقول إنه نحن بإيماننا فينا نهز جبال إذا حقيقة إيماننا فيه. إنه كل واحد عنده شيء صغير طيعتين، كان موهبة أو خيال لشغلة، في هيك يشارك تنشارك لنا سوا نكون عم نهز جبال. Moving Mountains يعني الرب يسوع فيه خلصنا من اشياء كثير صعبه بحياتنا. بدعيهم كمان يروح على سيناك دو لوميير يشوفوا كيف الجبال تبع المخدرات يمكن عم تتفتفت قدام مشيئه الله وارادته. Let's move mountains. El maestro Marco Bonao.